استعد للماتش ده. لكن كمان عشان عندنا قنبلة فنية عملت قلبان مؤخرا في عالم الفيديو كليب. هتكون معانا فنانة شابة نينا. نفس المنبع. ابعدي الكلب عني يا حنان. شيلي كلب عني يا حنان. كل مرة هتعملي الأزعلينة دي يا ريهام. روحي يا حنان اعملي لنا عصير. معلش أنا متوضية، أنت عارفة بقى. متوضية برضو ولا خايفة؟ طب ما تتوضي تاني يا ستي. معلش ما تخافيش. قولي لي عاملة إيه؟ الحمد لله هي ماشية يا مدام نيفين. كويسة؟ الحمد لله. ورحتي المحي منيرة؟ آه رحت لهم النهاردة. ربنا يشفيها يا رب ويشيل من عليها. وجوزها راجل أمير الأمرا والله. طب هتروحي لهم تاني إمتى؟ كل جمعة إن شاء الله. انت قولي لي بقى عامله ايه مدام نيفين؟ انا الحمد لله تمام. خدي يا ريم. طب مستعجله على ايه؟ مش لما ناخد الحقنه الاول؟ لا ما انا مش هاخد الحقنه النهارده. ليه؟ اصل انا يعني شاكه احتمال يكون في حمل. يا الف نهار ابيض، انا قلت لك ما فيش حاجه كبيره على ربنا ابدا. انا لسه ما اتاكدتش، لما اروح للدكتور واتاكد من نتيجه تحليل الدم. لا ان شاء الله هتتاكدي، وبعد 9 شهور هاجي هنا هلعب مع النون. ان شاء الله. حنان في كيس ابيض كده في اوضه الليفنج دي. هو انت فرحيش قوي كده؟ انا لسه ما اتاكدتش، لما اتاكد الاول. لا ان شاء الله هتتاكدي، اصلك طيبه وتستاهلي كل خير والله. ميرسي يا ريهام. خدي بقى دولك ده كتير قوي. طب مش تشوفيهم الاول؟ الطرح دي حلوه قوي. بس دي مش طرح، دي شيلان. بس لو عايزه تستخدميهم طرح براحتك. شيلان ولا طرح، هو كله بيغطي. تعالي تسكر. خلصي يا ست وعرضي. حاضر يا عم الشيخ، حاضر يا سيدي. خلصها خليها تعدي قدام. يعني انا بعطيها نفس المزاجي دي الباقي. هتصبر. خلصي بقى اهو. خلصت. حاسب يا اخي. اعوذ بالله. حاسب يا اخويا. استغفر الله العظيم. اهلا. اوعى نزلني. انزل من قدام. طيب. ما تحاسب يا عم الشيخ. ست اوعي. ارجوك. صدقني. استغفر الله العظيم. اوعى بقى كده، وضوئي اتنقط. استغفر الله. وده هي. ازيك يا عادل؟ استنى عادل. ايه في ايه؟ هات الشنطه دي يا فتاش. ليه ان شاء الله؟ تعليمات امن. تعليمات الامن دي عليا انا يا علي؟ ايوه هي تعليمات الامن كده. فتش يا اخويا. ياكش تلاقي قنبله تنفجر في وشك يا بعيد. هي تعليمات الامن كده. بالراحه هتفتح الشنطه. ما فيهاش حاجه، اتفضلي. ما لقيتش صاروخ صغير؟ لا ما لقيتش. ايوه يا محمد. هي طالعه دلوقتي. حماده يا عسل. استني المدام هنا. ليه وانا مش هخش لها جوه؟ لا مشغوله شويه، استنيها هنا. العطلة اللي على الصبح دي بقى. فصلنا ورجعنا لكم. وزي ما وعدتكم، الفقرة الفنية عندنا النهاردة هي فقرة غنائية مهمة جدا، عاملة قلبان في عالم الفيديو كليب. حيوا معايا الفنانة الشابة القنبلة نينا. شريفه كل مكوناته طبيعيه. صدقيني يا مدام، ده كل صاحباتك واخدين منه الا ما واحده اشتكت منه. لعلمك بقى، انا كلمت كل صاحباتي وقلت لهم على عملتك، فخديها من عصيرها وما تروحيش لاي حد من تعرفي او يعرفني. طب وليه قطع الارزاق ده بس يا مدام؟ تستاهلي،
واضح انك عمرك ما جربتيش الكريمات اللي بتبيعيها. احنا فيها يا مدام، انا ارضي على جلدي حاجه وحشه، اللي مرضهوش لنفسي مرضهوش لحضرتك. بصي يا مدام، اهو انا بالصدفه اهو معايا علبه، اهو يا مدام بصي معايا علبه، اهو احط لنفسي حازي نفسي بايديا يعني يا مدام، اهو والمصحف والختمه الشريفه طبيعي ومستورد يا مدام. وبعدين حضرتك ليه بتحطيه ثلاث مرات؟ ده بيتحط مرتين بس في اليوم يا مدام. وبعدين حضرتك ليه بتحطيه وتستهوي، او ليه بتحطيه وتنقعي نفسك في الشمس؟ ما هو غلط. الشمس وهي الشمس تعمل كده؟ ده انا واللي دخلوه الفرن. انت يا بنت افتكرتيني حواجيه وجيه تضحكي عليا؟ لا يا حبيبتي انا مصريه 100 100. ما هو باين يا مدام دي قرصه ودن. احمدي ربنا انه ما عملتلكيش محضر في الاسم. اسم اسم؟ ايوه ده اقل حاجه. عارفه لو الشغل وشوشره انا كنت حبستك. اخدت 250 من شنطتها ارميها برا يا مدام. حقك عليا. يلا يلا مش عايزه اشوفك تاني ابدا. يا مدام مش شايله بفلوسي لو شفتي مش هحصل لك. ده انا خليك ايه يا مدام؟ مش عايزه اشوفك. محدش بيعملك خليها زي ما انا بعملها لك. طب اديني 250 يا مدام. انا بستجاوب. تحبي تسمعي ايه من نينا يا امل؟ احب اسمع اغنيه مش واخده بالي انا. اذا نينا هتغني اغنيه مش واخده بالي انا. عايز اقطع عليك يعني؟ لا عايز اقطع عليك بقول لك يعني. لا وبرنامج ابو ده ولا ايه؟ لا احسن برضه خلينا مع الموزه دي. مبروك يا مدام نجيب. بجد يا دكتور؟ بجد؟ هو ايه اللي بجد يا ستي؟ الكلام ده فيه هزار؟ يا ستي عشان تطمني اكتر، انا كلمت معمل التحاليل وعرفت النتائج كلها زي الفل الحمد لله. مدام نيفين حضرتك فاهمه كويس قوي ان الحمل بعد الأربعين بتبقى نسبه الاجهاض فيه عاليه جدا، يعني الراحه التامه والمتابعه بتبقى جزء اساسي من اساسيات النجاح ان شاء الله، عشان ربنا يتم بخير. ونقول لك مبروك. العلاج اللي كنا بناخده عشان الحمل هيقف ايميديتلي، مفيش اي دواء تاني يتاخد طبعا لما اديني خبر. كلهم 8 اشهر يعدوا ان شاء الله الهوا. ونبارك لك ونقول لك الف مبروك ان شاء الله. المره الجايه بقى نجرب البني البندقي نازل جديد جميل. خلاص اوكي نخلي المره الجايه، بلاش المره دي. تأمريني يا قمر تأمريني. حاجه بيني وبينك، احنا ان شاء الله هنفتح محل، عايزين حضرتك تبقي زبونتنا عشان خاطرك اول 3 مرات فري. ان شاء الله تحت امرك فنيك. مستر ممدوح في انتظارك. مدام عليا جاهزين. عادل ايه يا مستر؟ ما تاخدش اي مواعيد بكره بعد الظهر، هتروح لاميره هانم عشان فرح بنتها. اوكي عينيا الاثنين يا مستر. مستر ممدوح ممكن ثانيه واحده بعد اذنك؟ خير يا عاطف. ثانيه واحده الفه تاني. إيه لحظه واحده ومش هتاخر على حضرتك ابدا. اوكي خد. ايوه يا مستر ممدوح، والله انا شفته هو بياخد حاجات من هنا الصبح. لا يمكن يا مستر ممدوح صدقني والله العظيم عادي. بص يا مستر ممدوح انا كنت شاكك في الموضوع.